سيسكو قالت لك ايه؟ طب انا يا معلم لو عندي 10 فيلان فانت هيبقى عندك نسخة واحدة من السبانينج تري صح؟ فهنختار سويتش من دول هو الريس. فين الريس؟ اهو ده الروت بريدج صح؟ تمام اهو. وده ايه؟ ده الروت بورت اهو، ده الروت بورت اهو صح؟ تمام. طب وده قلنا ده النان ديزاينيتد اهو مقطوع من عنده. طب انا بقى لو عندي فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 على كل سويتش 3 فيلان، فسيسكو قالت لك ايه؟ ايه رايك لما نخلي ده الروت بريدج بس في حاله الفيلان 10 وده الروت بريدج في حاله الفيلان 20 وده الروت بريدج في حاله الفيلان 30، فيبقى البورت ده مقطوع للفيلان 10 بس شغال للفيلان 20 و 30. تمام؟ انت فاهمني؟ عايزه تتخيل كل فيلان منهم يبسهم شبكه وتبدا حساباتك من عند سويتش مختلف في كل مره، كان عندك 3 شبكات تاني هما جاي 3 فيلان صح؟ تمام؟ تمام. جينا في الفيلان 10 خلينا ده الروت بريدج، فده انقطع للفيلان 10، الترافيك بتاع الفيلان 10 ما بيمشيش من هنا. طب جيت بدات حساباتك قلت ده الروت بريدج بتاع ال 20، فقام حاسب لا ده الروت بورت وده روت بورت اهو، ايه ده اشتغل الفيلان 20 ده بس جه قطع فين؟ هنا لمين؟ لل 20. جه عمل حساباته تاني بس بدا حساباته منين؟ من هنا، فقال لك ده روت بورت، ايه ده اشتغل اهو، وده روت بورت بس هنقطع منين يا معلم؟ هنا للفيلان 30. يا نهار ابيض. وقاموا عاملين البروتوكول ده ومسميينه بير فيلان سبانينج تري بروتوكول. هيشغل كام نسخه على كل سويتش؟ 3. انما الكومن سبانينج تري كان بيشغل كام نسخه؟ واحده. ده عمل لوب بالانسنج، لوب بالانسنج للترافيك بس عمل بروسيسنج اكتر، خد بروسيسنج اكتر لان كل سويتش شغال عليه 3 نسخ. السبانينج تري الثاني لا قطع لك لينك واحد لكل الفيلانز بس عمل بروسيسنج ايه؟ اقل على السويتش. طب تيجي نشغل البير فيلان سبانينج تري على السويتشات؟ تمام؟ لا ده خد بالك بقى من الحكايه دي كمان، ان انت ممكن لا بريورتي ولا بتاع، تيجي انت هنا كده تقول له انت البرايمر بتاع الفيلان 10، انت البرايمر بتاع الفيلان 20، انت البرايمر بتاع الفيلان 30، انت اللي تحدد الروت على طول من غير بريورتي من غير بتاع. انا هقول لك طبعا الكوماند اللي غير فيه بريورتي بس انت دلوقتي ممكن تحدد زي ما انت عايز. بس هو ليه كده؟ ايه؟ الدنيا سهله وبسيطه. صح؟ تمام؟ ده بير فيلان سبيننج تري، عايز تشتغل عليه يشتغل. تيجي نشغله كده؟ تعالوا نشغله. اهو هنيجي على السويتشات اهي بتاعتنا. اعمل يا عم ده طياره بقى. نجيب 3 سويتشات جمال اهو. 1 2 3. احنا بندردش مع بعض بس في السبيننج تري اهو. الاساس اللي خدناه في الاول 24 مع 24 اهو. و23 مثلا مع 23 اهو. وبعدين نقول 23 مع كام؟ مع 24. هو المفروض اساسا دلوقتي يا صاصه تخش جوه البورتات دي تحولها لايه؟ لترانك اهو. كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست، فاكرين؟ 0 على 23 لحد كام؟ سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. تمام اهو. وتيجي هنا انترفيس انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست 0 على 23 لحد كام؟ 24 سويتش بورت مود ايه؟ ترانك. ونيجي هنا ونقول له انترفيس انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاست 0 على 23 ل 24 سويتش بورت مود ترانك.
اهو يا معلم، تك 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 تك. تعال نكري ثلاثة فيلان بقى عليهم، 10 و20 و30. يلا تعال اهو، اكزت انتر فيلان 10 من غير اسم يا عم، فيلان 20 اكزت فيلان 30 من غير اسم اهو. تمام، تعال هنا نكري 3 فيلان زي ما كنا بنكري، الله يرحم بقى ايام زمان. اكزت فيلان 10 اكزت فيلان 20 اكزت فيلان 30 اكزت. حلو، تعالى هنا نكري 3 فيلان اهو، اكزت فيلان 10 اكزت فيلان 20 اكزت فيلان 30 اكزت. عايزين نشغل بقى البير فيلان سبانينج تري، عايز اخلي ده الروت بتاع ال10، ينفع؟ ومال اهو سبانينج تري مود بير فيلان سبانينج تري. تمام، وانتر يا معلم. سبانينج تري فيلان 10 روت برايمري، انت بقيت الروت بتاع الفيلان 10. تمام تمام، تعال نروح دخلي ده ال 20، الروت بتاع ال 20 اهو. سبانينج تري مود منين؟ لا انا بقول له انت الرئيس بتاع ال 10، انت لا دي بقى حاجات تانية بقى، ده بقى لما نيجي نحط بورتات في البيلانس بقى. تمام اهو سبانينج تري بير فيلان سبانينج تري، سبانينج تري ها فيلان 20 الروت برايمري. حلو، طب انا عايز اخلي ده ايه ده يا عم، ده البورتات نورت كلها صح ولا ايه؟ ما اصل ده ايه قافل لل 10 بس شغال لل 30 وده شغال لل 20 وقافل تتلخبطنا ليه يا عم؟ اهو سبانينج تري ها مود بير فيلان سبانينج تري، سبانينج تري فيلان 30 روت ايه برايمري. لا ده خد بالك معايا بقى كمان، قال لك طب لو البرايمري وقع بتاع ال 30 ممكن تخلي واحد تاني يبقى سكندري عشان لو ده وقع التاني يشتغل. ازاي؟ يعني ده الروت بتاع ال 10 يا بسوم صح؟ طب لو وقع الفيلان 10 والترافيك بتاعها كله يقع؟ لا، فاروح لي ده اهو اقول له انت السكندري بتاع ال 10، لما ده وقع خد انت البرايمري بتاع ال 10. يبقى ليه 2 ال 10 و20؟ لا 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 بص بص، ده البرايمري بتاع ال 10 يا ابو حميد صح؟ طب ده لو وقع ده يبقى البرايمري بتاع ال 10. اه يبقى شغال 10 و20 اه تمام اهو. فانا ممكن اجي هنا عليه واقول له سبانينج تري فيلان 10 روت سكندري. طب انت يا عم انت البرايمري بتاع ال 10 على عيني وعلى راسي، بس لو ال 20 وقع خليك انت الروت بتاع ال 20. ينفع خليه سكندري 30 وينفع سكندري 30 اهو. سبانينج تري فيلان 20 روت ايه يا معلم؟ سكندري. ايه ده انت ملخبط السويتش على الاخر اهو. صح كده؟ بعد ما كان شغال كومن سبانينج تري ونسخه سبانينج تري واحده لهم كلهم، لا ده كل فيلان شغلت له نسخه. بس هو ده بتاع سيسكو. ايه اعرفه السبيشال دي بتاعته هو. ايه؟ هو كومن الفيلان ما هو انت كاتب روت سكندري اهو. لا الفيلان 20 دي بتاعت ما هي موجوده عليه فيلان 20 ايه يا محمد؟ ما بتاع كله يعني اللي يجي لك فيلان 20. تمام، ما هوش كل فيلان بتبقى ماشيه، الترافيك بتاع الفيلان بيبقى ماشي على الترانك معمول له تاج، هو هيعرف. فلو كان البورد ده بلوكنج الفيلان 20 هيوقع الترافيك، لو كان فورورد هيعدي الترافيك. بس بس دي مش وقت السبب ده، انا عايز كان ال 20 وال 30 اللي انت عايزه. السبب لان هي ال 10 من هنا 20 من هنا و 30 من هنا مثلا، فلازم يعني الرقم من هنا ورقم من هنا زي ما انت عايز. ما انا بقول لك زي ما انت عايز اهو. تمام كده، اللي انت شايفه خلاص. يعني ممكن تخلي ده برايمر ال 10 سكندر ال 20، برايمر ال 20 سكندر ال 10 زي ما انت شايف. حلو، تعالوا نكمل كده، تعالوا نكمل كده لان هو بيجي في الامتحان كتير وانا بتضايق منه.
لازم لازم تكون مقفل اسئلته بالنسبه للجتري ده لانه حاجه تافهه جدا. انا بقى اعمل الفيلان فحط عليه برضه صح اللي هتحط في الفيلان ده هيبقى لو بالنسبه للايه ولا وملوش دعوه باي حاجه اللي انت بتتكلم عليه ده في الجزء بتاع الاكسس البورتال بتاع اليوزر بقى يبقى جاي لا خالص لا خالص ولا اللي تحت دول ملوش اي لازمه ده بس شغال على الترانك ما بين السويتشات بس ماليش دعوه وانت حط ايه في البلانات و تفهمني فهمنا بسهم بيقول لك يا معلم ايه البير فيلان سبانينج تري بقى دلوقتي انيبلد باي ديفولت على سويتشات سيسكو تمام سيسكو بير فيلان سبانينج تري بلس ذير از ديفرنت انستنت فور سبانينج تري اوف اتش فيلان بيعمل نسخه من السبانينج تري لكل ايه لكل فيلان. طب هو عشان يحدد الروت بتاع كل واحد بيختار ماك ادرس راندوم لكل فيلان عشان يبقى هو الروت بريدج تمام اتش فيلان ات هاز اتس اون روت بريدج يجب ان كل فيلان يكون لها الروت بريدج بتاعها والروت بورت بتاعها وديزاينه البورت بتاعتها كانها شبكه لوحدها وده اللي حصل ان احنا كل البورتات نورت ليه اصل البورت ده بلوك للفيلان 10 بس شغال للفيلان 20 و30 الثاني ده بلوك للفيلان 20 و30 بس شغال ال10 وايه وال30 وهكذا. طب بعمل كونفيجريشن ازاي انا كنت بعمل كونفيجريشن ازاي دلوقتي بعمله كده سبانينج تري فيلان ورقم الفيلان والبريوريتي فاليو انت البريوريتي فاليو دي اساسه لو انت بقى شغال وعايز تغير في البريوريتي يعني عايز واحد منهم يبقى هو ايه الروت ما تقولوش بقى روت برايمري روت سكندري لا ده تتغير بريوريتي وتخليه هو ايه يختار براحته بقى تمام يعني ازاي اهو لو انا عندنا سبانينج تري اهو شغال في شبكه ثانيه يا واد مثلا اصبر بس عليا تاخد حاجه كويسه بص اصل انت بتكتب رقم البريوريتي بتحدد له البريوريتي بتاع انهي فيلان بالظبط حلو يا معلم فهمتني قصدي ايه اهو بس كده يبقى كل واحد له بريورتي مختلف عن التاني اهو. طيب انا ما عنديش دلوقتي غير شبكه واحده اللي هي الفيلان اللي اسمها ايه واحد صح اهو اهو البريورتي متساويه صح كده. انا بقى يا معلم لا انا عايز اخلي الراجل ده البريورتي بتاعته اقل بريورتي الراجل هناك اهو ده اهو ليه اقل بريورتي عشان يبداوا يبعتوا بيه فيديو لبعض فيبقى هو الروب بريدج يا معلم. طب ما هو يا عم ما تروح تعمل روت برايمري وتخلصنا. لا انا عايز اشتغل بالبريورتي ماشي يا عم باسم. فاجي اخش على السويتش اهو واقول له ايه اقول له انيبل كونفيجر تيرمينال سبانينج تري فيلان هو انا عندي فيلانات هنا هي فيلان واحد بريورتي وادي له بريورتي بس خد بالك وانت بتكتب البريورتي مش اي رقم تديهوله لازم المضاعفات بتاع 40 96 40 96 يعني لو جيت استعبطت عليه وقلت له 10 قال لي ما ينفعش 10 لازم قيمه من القيم دي. حلو كده يا محمد اهو. فانا هقول له بريورتي مثلا وليكن 40 96 اهو 40 طبعا 40 96 اعلى بريورتي فيه. طب هو باي ديفولت البريورتي بتاعته كام؟ اهي اللي في النص بالظبط صح كده؟ فانا كده عليت ايه؟ كده انا عليت البريورتي عند ايه ده بدا يقطع يا عم هو بدا يعمل حسابات من اول وجديد ما هو ده بقى خلاص اقل بريورتي عندي بقى شايفين ده بقى الروت عندي اهو اقل بريورتي ده انا عليته قال ايه؟ ده انا قللته خليته 40 كان 30 يا عم لا يا عم يا عم لا يا عم انت يا عم مش مركز يا عم مش مركز. بص يا عم هو كان البريورتي بتاعته الديفولت 32768 هي البريورتي لما عملتها 4096 صح؟ تمام مش 42000 يعني لا ده 4096 انا كده قللت البريورتي يعني زودته فبقى هو الريس. يبقى انت ممكن تلعب المقصود بقى من الجزئيه دي ان انا ممكن العب بالبريورتي او ممكن العب بالكوماند بتاع البرايمري وايه؟ سكندري سبانينج تري فيلان 10 روت برايمري سبانينج تري فيلان 10 روت سكندري صح كده؟ تمام؟ طيب
في عندنا ممكن كمان تغير في الكوست بتاع اللينك، بس تخش جوه مين يا محمد؟ جوه الانترفيس انت عايز تغير لها الكوست، فتقول له سبانينج تري كوست 2. يا عم ده ايه صنيت عاديه خليها 2 مزاجي خلاص. السويتش يقول لك عيش انت وهي بقى، صح كده؟ يبقى انا كمان ممكن اغير في الكوست بتاع اللينك يا باسم لو انا عايز اخلي مساري يمشي ويسيب مسار تاني، تمام؟ طيب في عندنا حاجه اسمها سبانينج تري في لان 10 كوست وادي لها اي فاليو. يعني اقول له ايه؟ الكوست بتاع الترافيك بتاع البلان 10 بس هو اللي يتغير وبقيته خلاها على الستاندر. يعني اجي على انترفيس اقول له انت الكوست بتاع البلان 10 بتاعتك 20 10. طبعا يا جماعه انا بقالي 12 سنه في النتورك مفيش حد بيلعب بالكوماندات دي خالص. اجيب لك على 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 نور يعني كده، تمام كده؟ لا 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 لا. طيب عايزين نجيب بقى الانفورميشن بتاعتنا. في حاجه اسمها شو سبانينج تري فيلان وديله الفيلان. لو احنا جايين هنا كده اهو على ده على الشبكه دي، وجيت وقفت على الراجل ده وقلت له انا عايز اشوف مين الريس ومين الباك اب، قلت له شو سبانينج تري. يا نهار ابيض، اول ما عملت شو سبانينج تري فالراجل قال لي والله انا عندي فيه الريس وفي معلوماتي انا. البطاقه بتاع الريس البريورتي 32769، انت قلت 68 ليه 69؟ هقول لك حاضر. الماك ادرس بتاع الريس 0030، ده غير الماك ادرس بتاعي، ده واضح كده ان الريس حد تاني غيري، صح؟ اهو ده المعلومات بتاع الريس اهو محمد، وده المعلومات بتاعت انا. فالماك بتاع انا كام؟ 00E0، والماك بتاع الريس كام؟ 00 كام؟ 30، صح؟ طيب الهالو بتنبعت كل سنتين، لو ما جاتليش في خلال 20 ثانية هبدا اقطع واعمل حساباتي. الفورورد ليه كل كام ثانية؟ 15 ثانية. حلو، انا عندي بورتين 0 على 23 و0 على 24، الاثنين واحد منهم روت بورت فورورد واحد بلوكينج، وهنتكلم يعني ايه الترنيت كمان شويه. بلوكينج، تمام كده؟ ها حلو الكلام. في مشكله عند حد في الكلام ده؟ ده كوماند اسمه ايه يا جماعه؟ شو سبانينج تري، بيجيب لك مين الريس، البورتات بتاعتك حالتها ايه. حلو الكلام. انا دلوقتي عرفت الريس مين. 0030 نعم. شو على 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 سويتش واحد، على اي سويتش؟ بيديني المعلومات بتاع الريس والمعلومات بتاعتك. الله يكرمك. مش كنا مغيرين البيور ليه؟ مش على دي، على الرسمه دي، على الرسمه دي، على الرسمه دي يا شباب. ده ده لو جينا عملنا هنا شو اهو، شو سبانينج تري، هنلاقي ايه؟ ان البريورتي 40 96، برضه مزود واحد. هقول لك ليه يا عم ما تقلقش، تمام؟ وواضح كده ان الماك بتاعه هو هو الماك اللي تحت، فواضح ان انت واقف دلوقتي على مين؟ على الروت، صح كده؟ على الريس. والريس البورتات بتاعته كلها ايه؟ ديزاينيت ده ايه؟ حلو الكلام؟ تمام كده؟ عمري ما بيجيش الفيلان واحد بس، غير الفيلان واحد بس. لو انت عايز بقى تجيب لي الفيلان 10 والفيلان 20، الله يكرمك. بس الفيلان اللي انا عاوزها، تمام؟ الواد ده استاذ، بص كده قال لك الكوماند ده لو كتبت شو سبانينج تري كده ووقفت بيجيب لك الفيلان واحد بس. طب يا معلم بقى عايز لبقيه الفيلانز، عايز لبقيه الفيلانز؟ اه هو جايب كله على فكره، بس انت بقى لو عايز تحدد تقول له شو سبانينج تري فيلان، يا رب الاقي بس الكوماند فيلان 10، هذا الفيلان 10، لان يا جماعه الريس عندنا مختلف، فده هنلاقيه هو الريس بتاع ال10 اهو. والله انا كنت مخلي ده الروب برايمر ال10، شايف؟ طب لو قلت له شو سبانينج تري للفيلان 20، ها؟ فطلع الريس واحد تاني مختلف عني، لان كان اللي جنبي هو الروب بتاع ال20 اهو، اللي جنبي ده كان الروب بتاع ال20 اهو. هو بيجيب لي بتاعنا وبتاع الريس وبتاع الريس بالظبط كده اهو، انيبل اهو. لو جيت انا عملت الشو سبانينج تري بس يا بسوم لمين؟ لل20، هيقول لك انت الريس بتاع ال20 اهو، الماك بتاعك هو الماك بتاع الريس اهو، لان كنا مخليين ده روب برايمر لمين؟ لل20.
طب ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ البريورتي البريورتي دي 24 95 ايه ايه ده؟ مش المفروض 32؟ هو لوحده يا جماعه بيقللها لما تقول له روب برايمري قللها فهمني؟ عشان يخليه هو الرئيس. هو لوحده ايه؟ بيقلل عشان يخليه هو الرئيس. وانتم مش ملاحظين حاجه؟ شو سبانينج تري كده؟ انا قلت لكم 32768 بس عشان زود واحد ليه؟ اصل ده السبانينج تري بتاع الفيلان واحد فبيزود واحد اللي هو رقم الفيلان على البريورتي يزود 10. فهمتني كده؟ بيزود واحد على طول على مين؟ على رقم البريورتي. حلو؟ طيب تعالوا كده نكمل مع بعض. في عندك شو سبانينج تري انترفيس واسم الانترفيس فيجيب لك معلومات بتاعت الانترفيس دي دورها ايه في السبانينج تري. شو سبانينج تري بريدج بريف عشان تشوف التايمر الهلو والماكس ايج والفورورد ديلي. طب في كوماند ثاني بقى لذيذ قوي اسمه البورت فاست. تمام هو هيتشرح في الاخر بس برضه هشرحه لك دلوقتي. البورت فاست ده ايه يا عم باسم؟ ينفع ينفع يرضيك ان اليوزر يقعد منتظرك 30 ثانية علشان البورت بتاعه ينور؟ تصور كده يا ولاء لو الكابل بتاعك حتى تهز تقعد 30 ثانية عشان البورت بتاعك ينور. طب لو انت بقى بتاخد اي بي اوتوماتيك من دي اتش سي بي ده يعمل لك مشكلة تقعد 30 ثانية وبعدين تعمل دي اتش بي ديسكفر وبعدين عطلة. فقاموا عاملين حاجة اسمها البورت فاست كوماند بتكتبه على البورتات اللي انت مش عايزها تشتغل سبانينج تري. فالبورت بتاعك يتحول من البلوكينج للفورورد مرة واحدة ما يعديش على الليسننج والليرنينج. بس خد بالك لو انت عملت الكوماند ده انت اللي مسؤول. فلو انت عملت بورت فاست ورجعت وصلت سويتش بالبورت فاست ده ممكن يعمل لوب يعمل التلات مشاكل بتوع الاول. فهمتني؟ اهو. طب انا عايز دلوقتي البورت احط الكابل كده يا معلم ينور على طول. حلو عندك طلبك عندي الكوماند اللي هيعمل الكلام ده كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج اهو فاست من 0 على 1 لحد مثلا قول 15 سويتش بورت مود ايه اكسس شو ما اكسس سبانينج تري بورت فاست. اول ما قلت له سبانينج تري بورت فاست قال لك ايه يا معلم؟ خد بالك انت كده هتلبس نفسك في الحيطه. لو وصلت هاب او كونسنتريتور اللي هو زي فارول يعني او سويتش او بريدج ممكن يحصل لوب وانا مش مسؤول. البورت فاست والبي كونفيجر ان 15 انترفيس. ليه؟ لان انا عامل من 01 لحد كام؟ 15. انا مش مسؤول عنهم. الراجل بيخلي مسؤوليتهم اهو. تمام كده؟ بص يا معلم لبس ده في اي واحد من 15 0 على 3 0 على 20 صح؟ طب لو 0 بقى على 16 16 ما كانش في الرينج يخش في الاسبانينج تري صح كده؟ ها شغال؟ عرفنا بورت فاست نسبته ايه؟ طب ما فيش حاجه تساعدني يعني خليها بورت فاست وتساعدني فيه. تمام؟ الاول ايه ابو حميد جاب سويتش سيسكو وهو سويتش واحد اللي عنده. ليه شغل اسبانينج تري؟ عايز الديفولت بتاع السويتش ما يبقاش الاسبانينج تري شغال. يوصل كابل يجيب على طول. يوقف القرف وال تمام يا سلام بقى في الواقع تلاقي الحاجات دي لذيذه اهو. انا ما عنديش غير سويتش واحد يا عم مصطفى انا شركه صغيره اهو. ليه اليوزر يقعد يستنى؟ انا عايز الديفولت بتاعي السبانينج تري واقف. قال لك الكوماند ده تكتبه اللي هو بتاع البورت فاست بس تكتبه على الجلوبال. تكتبه على ايه؟ على الجلوبال ما تكتبوش جوه الانترفيس. احنا كنا بنكتبه دلوقتي جوه الانترفيس لا نكتبه على الجلوبال. ازاي؟ انيبل وكونفيجر تيرمينال ونقول له سبانينج تري بورت فاست ديفولت. شكرا كده السبانينج تري انقفل ما عادش في سبانينج تري على السويتش ده. طب لو عايز اشغله بقى على بورت واحد او بورتين قول له نخش على بورت واحد او بورتين نو سبانينج تري بورت فاست. كده انا ايه عطرانك بس اهو هخش جوه الانترفيس اهو رينج فاست
0 على 23 لحد مش دول ترانك بتاعك السويتش بورت مود ايه ترانك شغل عليهم السبانينج تري. سبانينج تري ممكن اعمل كده بير فيلان سبانينج تري او مود بير فيلان سبانينج تري هو او ممكن اعمل على طول بقى نو سبانينج تري بورت ايه بورت فاست ده على البورتات دي بس اللي هو 23 و 24 انا مخليهم ترانك وعايز اشغل عليهم السبانينج تري فبعمل نو سبانينج تري بورت فاست يعني شغل السبانينج تري بص السويتش ده بقى لذيذ قوي اهو محمد يحط الكابل من هنا السويتش ايه يا معلم يرقط معاه على طول من هنا اهو طيب انا عايز محمد لو غلط ووصل في البورت ده سويتش تاني ما يعملش لوب طب يعمل ايه البورت بتاعي يقفل يخش في الايرور ديسيبل ولما يخش في الايرور ديسيبل هيحمر قدام الراجل فيتصل بيا يقول لي البورت احمر يا عم اعرف ان انت وصلت سويتش تاني انتوا فاهمين هو الطبيعي ايه الطبيعي ايه ان انا لو انا عامل بورت فاست ووصلت سويتش في البورت ده يحصل ايه لوب مش انا موقف السبانينج تري لا انا عايز اامن نفسي يا عم انا عايز لو الراجل غلط ووصل في البورت فاست البورت يقفل بتاعي ها يعني انا دلوقتي لو وصلت هعمل كارثه اهو مصطفى بقى لسه متعين جديد عندنا خلاص كده يلا يا عم نوصل السويتشات ببعضها وقام ايه المعلم راح جايب الكابلات وطخ طخ طخ وراح جاي لاضم اهو الكابلات ببعضيها جديد ده اهو لسه بقى ما يعرفش حاجه اهو بص يا معلم السويتش ده انا موقف عليه السبانينج تري اساسا هل معنى ذلك مش هيشتغل والله يشتغل هو هيعمل لوبز احلى لوب انا عايز البورت بتاعي اللي انا عامله بورت فاص ده اول ما الراجل يوصل به البورت يخش في الايرور ديسيبل لان ده بورت اساسا اكسس اللي انا بقول عليه ده بيسموه بيبي ديو جارد يعني ايه بيبي ديو جارد يعني محمي من البيبي ديو اول ما السويتش الماستر يبعت لك بيبي ديو يوم قافل البورت اعملها ازاي اهو بخش جوه البورتات بتاعت الاكسس اللي انا كنت عامله لا كده مش شغال هيعمل لك لوب كده هيعمل لك كارثه انترفيس رينج فاست ايثرنت من 0 على 1 لحد 0 على 22 اهو لحد 22 مش انا كنت عاملهم سويتش بورت مود اكسس وعاملهم سبانينج تري بورت فاست اهو لا الله يكرمك كمان سبانينج تري بورت فاست بيبي ديو جارد لا ما هو انا كنتش موجود طب نشوفها كده فيديو جارد يا معلم اهو بيقولك في هنا كوماند انيبل ايه اللي حصل انت فهمت ايه اللي حصل؟ لا دي حاجه كويسه اصلا طبعا حامي نفسي حامي نفسي يا معلم واصل مكانه ومحدد اللذي بس خلاص كده طب انا لو انا عايز بقى العكس لو هو معمول بورت فاست وتوصل عليه سويتش تاني يلغي اوتوماتيك الكوماند بتاع البورت فاست ويشتغل سبانينج تري ده حلقتنا مش فايت النهارده انا قريت مش بيت النهارده على اي بورت هيقفل الاول ده بص كده بص يا بس اي بورت هيحط فيها هيقفل اي بورت هيتوصل بسويتش يا بسوم مش هيتوصل بجهاز هيتوصل بسويتش اول ما السويتش يبعت لك بي بي ديو مش السويتش على طول يوم قافل خلاص ايرور ديسيبل يا معلم كان حد الايرور ديسيبل ايه فاكر لازم انت كادمن تخش تعمل شوت داون ونو شوت داون عشان يفتح فاكر بورت سكيورتي بس قبل ما تعمل الكلام ده لازم يكون الراجل شايل لك ايه الكابل شايل اللي عمله تمام تاني عندنا تاني معلش ان هتلخبطوا فيها في المذاكره تاني
بص يا معلم لا 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 ما تلخبطش ما تلخبطش. عملوا حاجه اسمها البورت فاست بعيد عنك. ايه البورت فاست دي يا معلم؟ قال لك الراجل لما بيحط الجهاز بتاعه في البورت بتاع الجهاز في البورت بتاع السويتش البورت بيقعد زله 30 ثانيه على ما ينور. ليه 30 ثانيه؟ بيعدي ليسن وبعدين لير وبعدين فورورد. طب انا عايز يا معلم على طول يقوم جاي على طول نقط من هنا من البلوكينج للفورورد مره واحده. قال لك خلاص خلي البورت بتاعك بورت فاست، بس انت المسؤول. لو خليته بورت فاست ورجعت وصلت سويتش او هب وحصل لوب انا ماليش دعوه. حلو الكلام اهو. فكنا بنخش على البورتات ده بسوم ونقول له ايه انت المود بتاعك بورت فاست سبانينج تري بورت فاست، يعني ما تشغلش السبانينج تري. حلو كده؟ ها حلو كده ولا؟ تمام؟ طيب المهم ان انا عندي شغال في النتورك بتاعتي ناس صغيرين فانا خايف منهم، ممكن يحطوا في اي وقت على البورتات الفاصل دي سويتشات، او انا ذات نفسي احط سويتشات وانا مش فاكر. يا عم وانا فاكر كلت امبارح؟ ده في سويتشات عندنا معموله من 20 سنه يا عم محمد، والله هبط من 20 سنه يا عم. انا فاكر ايه اللي معمول عليها الكونفجريشن ده، ممكن تفتحها كده تلاقي الفار والد في قلبها. بالظبط الفار هو اللي عامل الكونفجريشن. فانت عايز تامن نفسك، يعني تامن نفسك ازاي؟ فقال لك والله زود مع البورت فاست كوماند اسمه زود معاه حاجه اسمها ايه؟ بيبي ديو جارد. يعني ايه بيبي ديو جارد؟ يعني اول ما الراجل يوصل سويتش والراجل يبعت بيبي ديو للبورت اللي كان معمول له بورت فاست يقوم البورت ده عامل له ايه؟ ايرور ديسيبل، ولازم يتصلوا بيك الحق يا باشمهندس البورت احمر حصل له ايرور ديسيبل. ولو انا شلته كده اوصل اي حاجه جهاز ثاني خلاص يا معلم ايرور ديسيبل يا معلم قفل. لا مش بروتكت ولا ريستريكت ولا خلاص ايرور ديسيبل مفيش مانوال. ايرور ديسيبل معروفه مانوال ما تعملوش. لو مش عاجبك ما تعملوش من الاول. لو مش عاجبك الاوبشن ما تعملوش من الاول. يا معلم لازم تخش مانوال، يا اما بعيد ريموتلي بالتلت او تخش عليه بكابل الكونسول وتخليه شوت داون او شوت داون وتقول له يا مصطفى شيل الكابل قبل ما اعمل الكلام ده. حلو الكلام؟ ما سويتش بقى، ما سويتش ويحصل لك لوب. خلاص؟ فقاموا عاملين كوماند تاني اسمه بيبي ديو فلتر. لو مش عاجبك الكوماند ده اشتغل بالتاني. البيبي ديو فلتر بيعمل ايه؟ البيبي ديو فلتر بيعمل ايه؟ بص يا معلم لو مصطفى غلط ووصل السويتش ده بالبورت انت كنت عامله بورت فاست يلغي فاست ويقوم محول من بلوكينج ليس كانه بورت عادي بقى يشغل السبانينج تري على البورت. بس بعد 10 بيبي ديو بعد ما يجي له 10 رسائل بيبي ديو منين؟ السويتش اللي جنبه. يلغي البورت فاست امتى؟ بعد 10 رسائل بيبي ديو. طب ليه 10 رسائل؟ قول لهم 20 ثانيه. طب ليه 10 رسائل؟ اصل ممكن يكون انت غلطت كده وعملت وشلته تاني بجرب حاجه ما اعرفش ايه. تمام؟ فالبيبي ديو فلتر، البيبي ديو فلتر بتعمل ايه؟ بتقلب لك البورت فاست وتشغله لك كانه بورت ايه؟ عادي، وتشغل عليه السبانينج تري عشان تمنع اللوب. طب لو ما عملتش جارد ولا فلتر شغال بورت فاست وهتلبس في اللوب. حلو يا معلم الكلام ده؟ في حاجه وحشه؟ تمام؟ تعال نعمل الفلتر، تعال نعمل الفلتر كده. يعني انا لو جيت دخلت دلوقتي جوه بورت من البورتات ده اهو وليكن مثلا اكزيت اهو انترفيس فاست زيرو على كام يا عم؟ على 10. وقلت له سبانينج تري تمام بيبي ديو يا رب يكون موجود. مفيش في بيديو فلتر اكيد يعني. مفيش فلتر اسمه بيبي ديو فلتر على طول، بس طبعا اكيد مش هتلاقي فيه بيبي ديو فلتر. شايفين بيبي ديو جارد دونت اكسبت ايه؟ بيبي ديو ما بيستقبلش بيبي ديو. طب نخليها كده نشوف هو اسمه بيبي ديو فلتر على طول كده. لا طب بورت فاست نخليها كده. للاسف مش موجود الكومنت. اسمه بيبي ديو فلتر مش موجود على الباك تريس. حلو الكلام ده بيقلب ايه؟ البورت فاست للسبانينج تري العادي. في حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ ها البورت فاست ممكن تشغله جوه الانترفيس او تشغله جلوبال على سويتش من بره.
فيبقى الاساس عندك ايه؟ مفيش سبانينج تري. طيب الاي تريبل اللي هتسكت لا طبعا انا كده خلاص الجزء بتاع اساس ان ايه، بس للاسف في الجزء الجديد بتاع البريدجنج رام التعريفات بتاع الحاجات دي، فعلى طول كده هعرفها لكم. يعني الحاجات دي بتاع اساس ان بي اساسا. الاي تريبل اي بقى عملت نسخه جديده من السبانينج تري اسمها الرابيد سبانينج تري بروتوكول. السبانينج تري العادي كان اسمه ايه؟ سبانينج تري 802 بوينت كام؟ بوينت 1 دي. ده سموه جديد بقى 802 بوينت ايه؟ دبليو. اختصروا المراحل بتاعته، قال لك ده ال 30 ثانيه وال 50 ثانيه دول كتير قوي يا عم، فاختصروا المراحل. بدل ما كان عندي ديسيبل اللي هو البورت مش شغال، او بلوكينج يعني بورت مقطوع، او ليسننج او ليرنينج، سموا الثلاث مراحل دول لمرحله جديده اسمها ايه؟ ديسكاردنج. يبقى اي مرحله من دول طالما البورت لسه ما نورش عندي يبقى فين؟ ديسكاردنج. يبدا بعد كده يخش فين؟ في الليرنينج. من الديسكاردنج يقلب ليرنينج على طول وبعدين فورورد. فبيجي في الامتحان يقول لك ايه المرحله الجديده اللي هم عاملينها؟ الديسكاردنج. ده سؤال جاي في الامتحان. حلو الكلام؟ طيب الرول بتاعتنا قال لك في عندنا الروب بريدج زي التاني بالظبط، وكل سويتش بيختار نفسه ايه؟ روب بورد. تمام؟ وكل سويتش بيختار نفسه ايه؟ ديزاينيتد بورد. بس في عندنا نوعين اتنين من البورد بقى، اتنين ستيت، حاجه اسمها الترنيت بورد وحاجه اسمها الباك اب بورد. ايه الالترنيت بورد؟ مش ده الديزاينيتد بتاع زمان؟ الديزاينيتد بتاع زمان بنسميه الترنيت بورد، لما الروب بورد ينقطع الالترنيت يشتغل. فالالترنيت بورد ده اللي هو الايه؟ الباك اب بتاع مين؟ الروب بورد. يبقى في الامتحان سؤال تاني جاي غير الديسكاردنج، يقول لك الالترنيت بورد الباك اب بتاع مين؟ الروب بورد. حلو الكلام كده؟ طيب قال لك في حاله كمان اسمها الباك اب بورد. دي بتظهر امتى؟ لو انت عندك سويتش وصلته بهب. حلو الكلام؟ بقى في عندك ديزاينيتد. طب الباك اب بتاع الديزاينيتد ما بيسموهش الترنيت بقى، بيسموه باك اب بورد. يبقى الباك اب بورد ده اللي هو مين يا جماعه؟ الباك اب تو ديزاينيتد. اما الالترنيت الباك اب بتاع مين؟ الله يكرمك، ده سؤال جاي في الامتحان. والباك اب ده بيظهر امتى؟ لما يكون في هب. فانت عندك ده ديزاينيتد، المفروض ان يقطع منين؟ من عند الالترنيت. طب الالترنيت ده بقى ما بيسموش نون ديزاينيتد بقى، بسميها يا محمد الترنيت بورد. امتى يشتغل ده؟ لما الروت ينقطع. طب الباك اب ده امتى يشتغل؟ لما الديزاينيتد ينقطع. طيب البورتات بقى اللي متوصله بالاجهزه الكمبيوتر اللي هي الاكسس بورد بقينا بنسميها ايدج بورد، وده اوتوماتيك بقى بيشتغل عليها البورد سكيورتي البورد فاست. يبقى انت لو مشغل الرابيد سبانينج تري يا معلم، لو انا مشغل الرابيد سبانينج تري البورتات اللي متوصله باجهزه كمبيوتر ده اوتوماتيك شغال عليها مين؟ البورد فاست، مش محتاج انت تروح تكتبه بقى. حلو الكلام؟ تمام. الفيتشرز بتاعته بقى طبعا سريع، سريع جدا، اسرع من السبانينج تري العادي. بيستخدم حاجه اسمها الترنيت وباك اب بورد. الالترنيت ده اللي هو الباك اب بتاع مين؟ بتاع الروت. طب والباك اب ده ايه؟ الباك اب بتاع مين؟ الديزاينيتد. ما عندناش حاله غير الفوروردنج ستيت، اي واحد من دول الروت ينقطع الالترنيت يبقى ايه؟ يبقى روت على طول. الديزاينيتد ينقطع الباك اب بايه؟ بقى ديزاينيتد. تمام؟ ما بيستخدمش التايمر بالقديمه اللي هو الثانيتين والعشره والكلام ده، حاجه تريجر دي كده. هناك كان الروت هو اللي بيبعت ايه؟ البيبي ديو. هنا كل السويتشات بتبعت بيبي ديو. يبقى انت لو شغال رابيد سبانينج تري كل السويتشات بتبعت ايه؟ بيبي ديو لبعضها زي هلو كده. فاكرين الراوترات؟ قال لك يا عم ده لو انا عندي 10 سويتش على ما البيبي ديو تجيلي من الروت لحد الاخراني هيكون الدنيا راح، فكله بيبعت لبعضه، كل سنتين تلاقي سويتش بيبعت اللي جنبه عشان لو في قطع نلاحظه بسرعه. تصور كده لو في قطع عند سويتش رقم 10 على ما يوصل للروت هيعدي على كام سويتش؟ لا تمام. السبانينج تري البيبي ديو هي نفس الرسائل بتاع السبانينج تري العادي، بس زودوا فين؟ في التايم بتاعها شويه، قللوا في التايم بتاعها شويه. بيقول لك البيبي ديو زمان، البيبي ديو دلوقتي بتنبعت من كل السويتشات، اما زمان كان مين اللي بيبعتها؟ الروت بريدج بس. صح؟
وتتبعت من سويتش لسويتش لحد ما توصل للآخر. هنا الراجل كان بينتظر 20 ثانية. هنا يا معلم لو الهلو ما جتش ثلاث مرات، ثلاث مرات يعني كام ثانية؟ بدا اول ايه سرعه اهو، انا بنتظرك ثلاث مرات، انما الثاني كان بينتظر 10 مرات. تمام، وكنت انتظر الفيديو جه منين؟ من الرئيس. هنا لا يا عم، اول ما يحصل التشنج انا ابعت لك على طول. تمام، طيب تعالوا كده نشوف الكلام ده. بيقول لك الايجي بورت عملوا فيه حاجه كمان اسمها الايجي بورت. الايجي بورت ده بيشتغل عليه البورت فاست على طول اوتوماتيك. تمام، لو في سويتشات ما بتشغلش البورت فاست ممكن تخش انت تشغله بحاجه اسمها ايه، سبانينج تري بورت فاست، وده بيبقى مهم قوي في حاله الدي اتش بي عشان الجهاز ما يقعدش كتير قوي على ما ياخد اي بي 30 ثانيه ويقعد يعمل سكفر بعديها. طيب اللينكات ما بين السويتشات، الرابيد سبانينج تري قال لك والله لو البورت ده هو اللي شغال قدامي فول دوبلكس، يعني لو البورت ده متوصل بسويتش بيبقى حاله اللينك بوينت بوينت. طب لو اللينك متوصل بهب، هو الرابيد سبانينج تري بيسميه ايه؟ شيرد. سؤال الثالث اللي في الامتحان على الجزء ده. يبقى اول حاجه المرحله الجديده اللي هي الديسكاردنج، تمام كده. ثاني حاجه قلنا عليها اللي هي ايه، اللي هي ايه، كل السويتشات بتبعت بي بي ديو مش الروب بورد مش الروب بريدج بس. ثالث حاجه بقى اللي هي البوينت بوينت والشيرد. لو السويتش متوصل بشويش زيه بيسمى البورت اللينك ده ايه، بوينت بوينت. طب لو متوصل بهب شيرد. تمام، طيب بيشتغل ازاي؟ بصوا انا جايب لكم رسمه مش علينا بس شوفوها كده على طول. لينك جديد انضاف بعد ما خلاص بعد ما انتخبنا وبقى ده روب بريدج وكل واحد روب بورت، زودنا لينك جديد. ايه اللي حصل؟ بص، اول ما لينك جديد ينضاف الرابيد سبانينج تري يشتغل، البورتات حالتها ايه في الاول؟ ديسكارد. يقوم اللي انضاف عنده باعت حاجه اسمها بروبوزل، انا في لينك جديد انضاف يا ريت حضرتك تحسب حساباتك من اول وجديد. يقوم الراجل ده ردد عليه بايه؟ عامل حساباته ومقطع البورتات ومختار اقل بورت فيهم لامين الجديد، فخلى ده روت ايه، روت بورت، وقطع حساباته وعمل حساباته على طول في الاول. بعد ما خلص حساباته بعت له ايه، اجريمنت، انا خلصت حساباتي يا ريت تبعت لكل الناس بقى تظبط حساباتها يا اخرى. تاني بصوا، مش هقعد بقى انتظر بفيديو ولا كلام من ده، انا ضفت اللينك على طول الرابيد سبانينج تري لقطه، فقام على طول الروت بريدج بعت ايه، يا ريت تعمل حساباتك من اول وجديد بروبوزل، في لينك جديد انضاف. الراجل كان عنده روت بورت وديزاينات البورت، راح مقطعهم وعامل حساباته من اول وجديد، طلع مين احسن واحد فيهم؟ الجديد. بعد ما عمل حساباته قال انا خلصت، قام بعت لي ده ايه، اكنولج اللي هو اجريمنت. يعني يبقى في هنا رسالتين بينبعتوا يا جماعه، بروبوزل لما يحصل تشينج، اجريمنت لما يحصل فيه تغيير وانت موقف على التشينج، تأكيد يعني. تمام، طيب سيسكو هتسكت شغلانة بقى. فقاموا عاملين حاجة اسمها الرابيد بير سبانينج تري، نفس البير رابيد سبانينج تري بس شغلوا نسخة لكل ايه، فيلا اسمه رابيد بير فيلان سبانينج تري. بتشغلوا ازاي؟ سبانينج تري مود رابيد بير فيلان سبانينج تري، بتروح على البورت لو متوصل بسويتش تخليه بوينت بوينت، شايفين؟ والراجل عمل بفيديو جارد انيبل اهو، فاكرين بفيديو جارد؟ ان البورت يخش في ايرور ديسيبل لو حس بايه؟ بفيديو. تمام، طبعا دي شويه حاجات اقروها، لو ازاي بختار الروب بريدج، طبعا بختاره اقل اكبر باور، تمام كده، واللي هو بيوصل بكل السويتشات باكتر لينكات. في اخر نوع عندنا بقى اللي هو مالتيبل سبانينج تري، خلاص السبانينج تري كده خلص. ايه المالتيبل سبانينج تري؟ ده ستاندر، ده خد الستاندر اي تريبل اي 802.1AD اللي هو ده قصته ايه؟ الاي تريبل اي خدت بقى الكونسبت بتاع سيسكو، مش سيسكو كانت بتشغل لكل فيلان نسخه سبانينج تري؟ لا، هنا برضه هنعمل الكلام كده بس بطريقه اقل. ايه رايك لو انت عندك فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 وفيلان 40، ايه رايك لما اشغل دول نسخه وسميها سبانينج تري 1 وشغل دول نسخه وسميها سبانينج تري 2؟ هو ده المالتيبل سبانينج تري. يو كان جروب فيلانز، ان انت ممكن تجمع مجموعه من الفيلان اند ران وان انستنس، نسخه واحده للمجموعه،
لما يكون عندك فيلانز كتير كل خمسة هشغلهم نسخة سبانينج تري منه عملت لود بالانس ومنه ما شغلتش لكل واحدة منه نسخة سبانينج تري فبروسينج كان كتير بقى كتير على السويتش. بيقول لك ايه cut down the number of root bridge هيبقى عندي اكتر من root bridge root board designated board and BBDU in your A network وده الكونفيجريشن بتاعته spanning tree mode multiple spanning tree spanning tree multiple spanning tree configuration بنعمل حاجه اسمها region name اللي هو المجموعه revision number بعمل لهم revision number وبقول instant number VLAN واديله الفيلان اللي هيشتغل فيها 10 و20 و30 و40 كده خلاص الريجون نيم ده هيشتغل لمين للاربعه فيلان دول واعمل واحد تاني للاربعه التانيين وهكذا. خدنا بقى مع بعضنا البورت فاست كان بيعمل ايه البورت فاست ها كان بيحول البورت من البلوكينج للفورورد مره واحده. خدنا مع بعضنا حاجه اسمها البي بي ديو جارد صح كده كان بتعمل ايه كان بتعمل شت داون للبورت لو ايه استقبل بي بي ديو ولازم انت تروح تعمل شت داون ومو شت داون. خدنا مع بعضنا حاجه اسمها بي بي ديو فلتر معلش داخله في بعضيها بي بي ديو فلتر ده كان بيعمل ايه بينتظر 10 مرات بي بي ديو لو استقبل 10 مرات بي بي ديو كان على طول يقفل لك مين البورت فاست. يا رب يكون الكلام اللي احنا قلناه ده اتفهم واتحفظ تمام اهو ده البي بي ديو جارد اللي احنا قلنا عليه وازاي بيشتغل تمام كده. شكرا السبانينج تري كده خلص. اه لا يا راجل يا راجل